واحد من أخوياي، وإن كان قلت هالسالفة أكثر من مرة لكن أبي الناس تستفيد. صار عند أهله مشكلة، واحدة من خواته طاح شعرها اللي في مقدمة الرأس، صار فيها زي الثعلبة يعني أبيض، ثروة الرأس بينت. تعرفون الشعر مهم عند المرأة ويمثل شيء كبير صراحة في جمالها وفي شكلها، فاستخدم هالمزيون والله العظيم إنه فرق معاه. تخيلوا استخدمه تقريبا شهر وكأن ما صارت الثعلبة أو ما صار مشكلة في شعرها. هذا زيت الأعشاب السبعة، زيت مكون من سبعة أعشاب طبيعية. هالثلاث مشاكل إن كنت تعاني منها ترى هذا الزيت بيفرق معك ويساعد في حلها. المشكلة الأولى، إذا كان شعرك قصير ما يطول مهما خليته ما يطول، استخدم هذا الزيت. المشكلة الثانية، إذا كان شعرك يتساقط بشكل ملحوظ خصوصا خواتنا الغاليات، يوم تتروشين يوم تنامين على المخدة وتصحين تلقين شعرك متساقط، استخدمي هذا الزيت بيفرق معك بشكل كبير بمشيئة الله. المشكلة الثالثة، اللي يعاني من خشونة الشعر، هذا بيفرق بشكل ما تتخيلون، يساعد على نعومة الشعر. طيب يا ابو ربيع، انا استخدمت الزيت ولكن ما فرق معي. اختي الغالية، اخوي الغالي، اذا استخدمت الزيت بانضباط وعلى الوقت وباستمرارية وما فرق معكم خلال 10 أيام وما لاحظتوا تحسن في المشكلة اللي صايرتم معاكم في الشعر، رجعوه واخذوا فلوس الدبل. اخذوا فلوس الدبل، اشتريتوهم 200 ريال بيرجع لكم 400 ريال، ولكن هذا الضمان من باب ان المنتج بطل، ويعلم الله ان اهلي يستخدمونه في البيت، والمنتج بطل بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولو ما كان بطل والله ما اعلن عنه. السلام عليكم، صبحكم الله بالخير وبالعلم الزين. 12:30 بتوقيت نواكشط، خلاص قربنا ندخل على صلاة الظهر. بسم الله، الله وجهكم يا النشامة. اليوم يا غازي وبكرة ان شاء الله نبغى الريف الموريتاني، نبغى الجر ونبغى البدو اللي على الصولة، والرجل هذول يعانون من ترند. ان شاء الله عرفت من تختار الرحلة، ما اخترت الوجه بس يا فيها نمبر يا ابو ناصر. نمبر وانا اوديك ابرك حتى لا اسفلت لا نت لا اتصال لا هذا العريس. هلا هلا بار بيض الوجه، ما تروح وبروح معاك. كم يلا توكلنا على الله. معقولة قصر الأواني في موريتانيا عائلة السيف؟ إيش اللي صاير؟ ما شاء الله، عاش يشغل شيلتنا. يا هلا كيف حالك؟ انت حامد ولا صابر عشان يعرف هو راضي عن زوجته معجبته ولا لا. يعني زوجته مثلا جميلة معجبته بارة وكريمة حنونة ولا لا؟ إذا قال يعني بوجه طلق قال إن حامد يعني زوجة معجبته مرة. طيب إذا قال صابر أو كان وجهه زقان أو طفشان أو متضايق، أعرف إنه صابر أو راح يقوله هو أساسا. يعني مقفلة معاه. مقفلة معاه، الله يعينه. بس طيب وأنت؟ أنا حامد وشاكر وكل شيء. ما شاء الله. الحمد لله. أقول لك حاجة، أنا والله ما كنت بظن إنك راح تجي، ولا مستحيلة عندي في نظري، لأني أنا أصلاً عزمت أبو ناصر مقرن كفيل أبوي، لأنه عزمني قبل على مجيئك على عزومته، ومن باب رد الجميل بغيت أعزمه. يوم جينا تبوك. إيه. طيب. عزمني ويعني بغيت أرد له الجميل وعزمتك طبعاً، قلت بلغ غازي سلامي ودي تجوني وحياكم الله على عرسي والله يبيض وشوف سبحان الله. ما كنت بتوقع راح تجوا ولا راح توافقون. شلون نجي الطيبين؟ ما عليك، ما عرفت سبحان الله الا قبل ترى بكم يوم كلمني ابو ناصر قال لي يلا عبد الرحمن غازي وافق على الزياره وراح يجيك وانا بعد جاي معنا خويا. ايش اقول لك، سيطرت من الفرحه سبحان الله العظيم. شلون يا عبد الرحمن، حنا نجي الناس الطيبين في مشارق الارض ومغاربها. الله يسعدكم ويرضى عليكم، وما كنت احسب انه راح ترى يكون يعني زواج بالفخامه هاي. تستاهل انت، تستاهل كل خير. الله اختم لك بالايه هذه، اطمن في الدنيا وفي الاخره. والانسان في حياته يا غازي ما يعرف الخير وين، احيانا تجيك امور تحسبها خير وهي شر، واحيانا تجيك امور شر او انت تحسبها شر وهي خير لك، لكن هذا ما يعرفه الا الله سبحانه وتعالى، لان ما نعرف الغيب. يقول الله سبحانه وتعالى عسى ان تكرهوا شيئا وهو
وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلمه وأنتم لا تعلمون. يقول الشاعر: كم يعشق المرء ما فيه الهلاك له، والخير يا قلبه ما يختاره. سبحان الله عز وجل ونعم بالله عز وجل. حامد وشاكر يا وني حي فيكم والله. تسلمون. نعم الله يحفظكم. تسلمون. يحفظ كل السعودية ويبارك فيكم. تسلمون. السلام عليكم. وعليكم السلام. أخيرت بكم. لا باس يا أصحابي. شمواسين. إيش طاري؟ السلام عليكم. أخيت وش ذا المعزة؟ معزاهم غريبة. ما شاء الله ما شاء الله. أبو بنت الديرة. هلا يا أبو ربيع. تتوقع وش؟